لجنانت بأولمبي نمدية عشية اليوم. الفريقان يلعبان من أجل ضمان البقاء ضمن المحترف الأول، لكن الكلمة في هذه المباراة عادت لأصحاب الأرض. دفاع تجنانت الذي كان حاضرا من جميع النواحي وتمكن من الوصول إلى شباك الحارس السعيدي زكريا عن طريق المتألق بن سحا بلال. حدث ذلك في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول. الفريق الضيف حاول تعديل النتيجة لكن محاولته كانت تنقصها الفعالية ولم تشكل خطرا على مرمى الحارس مقراني. شوط المباراة الأول انتهى بتفوق الدفاع على نتيجة هدف دون مقابل. المرحلة الثانية دخلها الزوار بنية تعديل النتيجة، وأول محاولة كانت تسديدة عدادية التي لم تكن بعيدة عن مرمى مقراني. الدفاع يرد في هذا الهجوم عن طريق بن سحا في عمل فردي، وطيب محمد يضيع فرصة إضافة الهدف الثاني. آخر محاولة خلال هذا اللقاء كانت للدفاع، دمان حمزة وجها لوجه يضيع ليعلن الحكم بوكواسا نهاية المباراة بتفوق الدفاع على نتيجة هدف لصفر. والفوز بهدف دون مقابل بالنسبة لدفاع تجنانت يجعله يرتقي مصطفى مازا إلى الصف